رغم انتهاء عصر الفتوات في منتصف القرن الماضي، إلا أن قصصه ما زالت حية لغاية دلوقتي. يعني إيه فتوة؟ وإمتى ظهر الفتوات؟ وإزاي اختفوا؟ ده اللي هنعرفه في فيديو اليوم وموضوع جديد للذكرى. بس قبل ما نحكي الحكاية، برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا. اتفضلوا معايا. من بداية ظهور الإنسان اتعرض لمشاكل ومخاطر كتير جدا، وهوش مفترسة وغارات من أفراد تانيين، فحس إنه محتاج لحماية من حد يقدر يدافع عنه ويحافظ على حقوقه. وفي الجزيرة العربية قبل الإسلام كانوا الناس بيتعرضوا للمجاعات وبيتعرضوا لغارات القبائل التانية، فاحتاج الناس لحد يدافع عنهم، وظهر عدد من الفتيان اللي قدروا يدافعوا عن قبائلهم، وكان أشهرهم قبل الإسلام عنترة بن شداد وطأبة شرا، يعني واخد الشر كده تحت باطه، يعني زي ما بيقول كده ده مستبع ومقطع البطاقة. وفي الإسلام ظهر عدد من الفتيان دافعوا عن الإسلام دفاع حقيقي. وفي غزوة أحد اتصدى سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لأحد جبابرة المشركين وهو عمرو ود وقتله، صاح المسلمين كلهم لا فتن الا علي. ومن هنا جت مصطلح الفتوه، الانسان القوي اللي بيقدر يدافع عن الجماعه بتاعته. كان الفتوات ايام الجاهليه رغم ان هم كانوا بيساعدوا القبائل بتاعتهم والجماعات بتاعتهم، لكن كانوا بيتفاخروا باعتداءاتهم على الاخرين وشرب الخمر وحاجات سيئه كتير جدا. لكن لما جه الاسلام الرسول عليه السلام قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، ومن هنا جت عمليه تهذيب لاخلاق الفتيان دول، ولبست الفتوه ثوب نبيل وكريم، واتقسمت الفتوه لنوعين: فتوة جسدية بتعتمد على القوة البدنية والضرب والخناق والحاجات زي كده، وفتوة روحية اللي هي تزعمها الصوفية اللي فلسفتهم بتعتمد على مجاهدة النفس. يعني الفتوات الجسديين بيعتمدوا على مجاهدة الآخرين، أما الصوفية فبيعتمدوا على مجاهدة النفس. وكان طبيعي أن الفتوات الصوفية يتزعموا الفتوانة كلها، فوضعوا لها قوانين وأسس ومبادئ مشي عليها الفتوات فترة طويلة. وما سيطر السلاجقة على بغداد ضعفت سلطة الخلفاء، بمرور الزمن ضعفت دولة السلاجقة نفسها، فحاول الخلفاء العباسيين تردوا سلطتهم، وكان منهم الخليفة العباسي الناصر لدين الله، فلجأ لأحد في شيوخ الفتوات الصوفية وطلب انه ينضم للفتوات دول، يعني الخليفة يبقى عضو في جماعة الفتوات دول. عشان الشخص يبقى فتوة كان فيه طقوس معينة لازم يعملها. اولا يلبس سروال معين يميزه عن اي حد تاني، بحيث ان لما يمشي في الشارع يبقى معروف ان ده فتوة. ثانيا يشد على وسطه حزام عشان يمنع سقوط السروال دوت ويميزه برضو عن الناس، ومن هنا جت كلمة المشاديد اللي شادد حزام الفتوان على وسطه. ثالثا يشرب ميه بملح، الميه لان ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، والملح عشان يطهر جسمه من اي حاجه سيئه. الخليفه العباسي عمل الطقوس دي، فتنازل الشيخ دوت عن زعامه الفتوانه للخليفه، واصبح الخليفه الناصر لدين الله هو اول خليفه وحاكم فتوه في التاريخ. بتزعم الخليفه للفتوات بدا ينظم لهم حلقات تدريبيه او دورات تدريبيه على فنون القتال واستخدام العصا والنبابيت. بعد سقوط بغداد على يد هولاكو اتنقلت الخلافة العباسية للقاهرة على يد الظاهر بيبرس، أصبح الخليفة هو زعيم الفتوات في القاهرة. لكن الخليفة اتنازل عن الزعامة دي للسلطان الظاهر بيبرس، ومن هنا دخلت الفتوانة في مصر. وقام الظاهر بيبرس بتعيين رؤساء الطوائف فتوات على كل طائفة، يعني فتوة أو زعيم طائفة النجارين، ده زعيم طائفة الحدادين، وهكذا كل صنعة أصبح ليها زعيم بتاعها اللي هو في نفس الوقت يعتبر الفتوة بتاعها. وكذلك أصبح في فتوات لكل حي مسؤولين عن حفظ الأمن والأمان في كل حي من الأحياء. لكن في نهاية القرن الـ15 وبداية القرن الـ16 ضعفت الدولة المملوكية جدا نتيجة اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح، وفقدت الدولة المملوكية أهم مورد مالي، وبالتالي قضى على ما تبقى من قوتها الاقتصادية والعسكرية، فكان سهل على العثمانيين يحتلوا مصر. وبعد الغزو العثماني لمصر السلطان سليم الأول خد كل الحرفيين والصناع المهرة ونقلهم للأستانة، وبالتالي قضى على رؤساء الفتوات في مصر وقل دورهم جدا، بالذات مع وجود العساكر الانكشارية اللي تولوا مسؤولية الأمن في الولاية. لكن بمرور الزمن ضعف الولاء العثمانيين وسيطر المماليك مرة ثانية على الحكم، وتعاون الولاء والمماليك مع بعض وأصبحوا يمثلوا جبهة واحدة ضد الشعب المصري. كان في كل حارة من الحارات ناس مسؤولين عن فتح وقفل بوابات الحارة وينوروا المشاعل بالليل، وكان من سلطتهم التفتيش على البيوت. وفي ظل حالة الانفلات الأمني ظهرت تشكيلات عصابية كبيرة ضمت ما بين 300 ل 400 راجل، كانوا بيهجموا على الحواري دي وينهبوا الأسواق ويهجموا على الحمامات ويخطفوا النسوان ويرتكبوا كل أنواع الجرائم. فبدأ المسؤولين عن فتح وقفل أبواب الحواري يكونوا فرق للدفاع عن أحيائهم، ومن هنا ظهرت قوة موازية أو بديلة للشرطة اللي اختفت تماما، رغم أن الفتوة في الأصل راجل، لكن رجعت ظاهرة الفتوة من تاني على ايد النسوان. هتقولي ازاي؟ هقولك. اشتهر العصر العثماني بالظلم والتخلف، وتحمل المصريين ما لا يطاق من الاضطهاد والمظالم والضرائب اللي كان بيتفنن في فرضها الولاة العثمانيين واعوانهم من البكوات المماليك.
وفي أواخر العصر العثماني كان في والي اسمه عثمان البرديسي، اشتهر بطمعه وجشعه وكراهيته للمصريين، ففرض عليهم أصناف وأنواع من الضرائب ملهاش حصر، واستخدم القسوة والعنف هو ورجالته اللي كان بيسلطهم زي الكلاب المسعورة على الشعب الغلبان. وفي يوم راح رجالة البرديسي يحصلوا إتاوات من سكان حي باب الشعرية، فاتصدى لهم نسوان الحي وقفلهم بالمقاشات وغطيان الحلل، وراحوا يضربوا العساكر دول وهما بيرددوا عبارة خلدها التاريخ وهي ايش تاخد من تفليسي يا برديسي، للتعبير عن ان الناس فلست وجاعت ومعهمش اي حاجة، وكمان جايين تاخدوا منهم ضرائب وتفرضوا عليهم اتوات، طب منين وازاي؟ المهم نزل نسوان باب الشعرية ضربة في العساكر بالمقشات وغطيان الحلل وهما بيرددوا العبارة دي، فشافهم الرجالة وغير الدم في عروقهم ونزلوا هما كمان ضرب في العساكر، وانضم لهم رجالة الحسنية. هرب عساكر البرديسي وسابوا الحي والرجالة والنسوان وراهم بالنبابيت والشوم والمقشات، وبدون ترتيب سابق اتزعم الهجوم ده رجالة جسمهم قوي طول بعرض، لكن بعد الواقعة دي خاف الناس وباتوا في قلق ورعب للبرديسي يبعت رجالته ينتقموا من أهل الحيين دول، فتطوع عدد من الرجالة لحراسة بوابات حواري الحي، وكانوا هم دول بداية ظهور عصر الفتوات من تاني، وجمع كل واحد منهم صحابه ومعارفه واتزعمهم وبقى هو الرئيس بتاعهم، وأطلق عليهم لقب المشاديد، يعني اللي بيتشددوا للفتوة في أي معركة يدخلها، ومن هنا جت عبارة أضربك أنت واللي يشدد لك، يعني أضربك أنت وكل الناس اللي معاك. ولأن الفتوانة بدأت بداية كريمة وبهدف نبيل وهو نصرة المظلوم والوقوف في وش الظالم، كان لازم الفتوة يتمتع بصفات نبيلة برضه، فما كانش كفاية ان الفتوة يكون قوي، لكن كمان كان لازم يكون عفيف النفس، كريم شهم، ما يبصش للي في ايد الفقير، بالعكس كان كتير منهم بيساعدوا اهل حتتهم ويعينوهم ويوقفوا جنبهم في ازماتهم. واصبح المماليك يعملوا الف حساب للفتوات اللي ظهر دورهم الوطني بعد الواقعة دي بفترة قصيرة جدا. اما جت الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت سنة 1798، وفشل المماليك والعثمانيين في التصدي لها، ومنهم اللي هرب واللي اصبح مؤيد الفرنسويين ومن اتباعهم، وسابوا الشعب الاعزل في مواجهة جيش حديث مسلح باحدث اسلحة العصر، وبتقدم علمي اصاب الشعب بصدمة حضارية بسبب العزلة اللي فرضها عليهم العثمانيين. اتلفت الناس حواليهم يدوروا على منقذ او قائد، ولقوا قدامهم اتنين، علماء الازهر اللي اتزعموا المقاومة والتخطيط، والفتوات اللي اتزعموا المعارك والتنفيذ. اتصدى الفتوات لجنود الحملة الفرنسية واشتركوا في ثورة القاهرة الاولى والثانية، وعشان ما تتوزعش القيادات اصبح لكل حي الفتوة بتاعه المسؤول عنه، وتعززت مكانة الفتوة واصبح قائد شعبي وزعيم حقيقي. حاول نابليون يتغلب على ظاهرة الفتوات اللي اتزعموا المقاومة ضده، فلجأ للدعاية بهدف تسويق سمعتهم، فنشر الفرنسويين منشورات توصف الفتوات دول بالحشاشين البطلين، يعني سكرية وصية، لكن الناس ما صدقوش الكلام ده وتمسكوا بالفتوات اللي اتمتعوا باخلاق الفرسان حتى ولو كانوا في زي شعب. واستعان محمد علي وخلفائه من بعده بالفتوات في فرض الامن والنظام في البلد، لكن بعد الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882 خاف الانجليز من الفتوات لحسن يكرروا اللي عملوه مع الفرنسويين، فلجأوا لسياستهم المعروفة فرق تسد. فالفتوة في النهاية انسان ممكن يضعف او يلين، فبدأوا يدوروا داخل الفتوات دول واغروا بعض ضعاف النفوس منهم بالمال والامتيازات، بل ومنحوا بعضهم الجنسية الانجليزية عشان يبقوا حماية خاصة، وبدل ما كان الفتوات بيوجهوا قوتهم واتباعهم لمقاومة الاحتلال اتفرغوا لمعارك داخلية بينهم وبين بعضهم، واصبح اهم كل فتوة انه يتغلب على اي منافس له في الحي ويخوض معارك شرسة ضد فتوات الاحياء التانية، وهو ده اللي كان الانجليز عايزينه بالظبط. ودي كانت بداية انحدار عصر الفتوات واخلاء الفرسان وظهور فئة جديدة اتنازلت عن مبادئها والقيم اللي نشأت عليها، وتحول الفتوة بمرور الزمن لبلطجي يفرض سلطته على الناس المفروض انه يدافع عنهم، ياخد منهم اتوات ويتحكم فيهم زي ما هو عاوز. وكان لكل حي الفتوة بتاعه، واشتهر في الزمن ده عدد كبير من الفتوات، منهم ابو طاجن وحسن الاسود واحمد منصور في حي النصرية، عبد الجياشي وفرج الزيني ومرجان السقة في باب اللوق. اما محمود عبد الحكيم فكان اشهر فتوات حي الغورية واللي فضل متزعم الحي لفترة طويلة. وفي اسكندرية كان حميدو اللي منحه الخديوي لقب فارس اشهر فتوات اسكندرية، واشتهر برضه معاه سلامة سلبو فتوة حي اللبان زمن ريا وسكينة، وكمان كان في زكي اللبان وابو خطوة والسيد حلال عليك. الفتوانة ما كانتش حكر على الرجالة بس، فدخل عالم الفتوات عدد كبير من الستات، على رأسهم وأشهرهم عزيزة الفحلة فتوة المغربلين اللي كان بيخاف منها الفنان الكبير محمود المليجي، وكمان سكسكة وكيداهم وشر الطريق ومجانس الدهل ومهبولة الشوارع وغيرهم عدد كبير. هنتناول سيرة عدد منهم رجالة وستات في الفيديوهات القادمة بإذن الله. وكانت حادثة قتل الرقاصة امتثال فوزي على إيد واحد من أشهر بلطجية شارع عماد الدين هو بداية النهاية لعصر الفتوات. أما أصدر مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء
الإدارة سنة 1936 قرار بإنهاء عصر الفتوات وتولي أقسام الشرطة مهمة حماية المواطنين، لكن تنفيذ القرار فعليا واختفاء الفتوات أو البلطجية أخذ وقت كتير جدا، فاستمر وجودهم لبداية الستينات أما قضى عليهم عبد الناصر القضاء الأخير. بعد 6 قرون كان فيها الفتوات ملء السمع والأبصار. دي كانت قراءة سريعة لصفحة من تاريخ مصر المليء بالصفحات. وهنا خلصت حلقتنا، لكن ما خلصتش حكايتنا. مش هنقول توتا توتا لأنها ما كانتش حدوتة، دي مواضيع للذكرى. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا باشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.